طيب نروح لموضوع تاني مهم جدا الحقيقة، وثقافة مهم انها تبقى عندنا، لانه حياتنا كلها بالتقسيط، ودي يعني حاجة مش محتاجين نأكد عليها. كل حاجة ماشية في الدنيا دي بالتقسيط، ودي اسهل طريقة تقدر بيها تشتري اللي انت عايزه من غير ما تبقى مضطر تدفع كامل الفاتورة مرة واحدة. لكن برضو التقسيط ده زي ما بقول لكم ميزة لطيفة، لكن لازم يكون عندك ثقافة التقسيط، ما تبقاش يعني زبون رايح بتمضي على اي حاجه وبعدين تلاقي الموضوع مختلف خالص عن اللي انت اشتريته، وساعتها القانون مش هيحميك. الحقيقه انه في حاجات كتير في الموضوع لازم نعرفها، لازم تكون قاري الفاتوره كويس، قاري الايصال بتاع الشيء اللي انت الغرض اللي انت بتشتريه، علشان يعني من الاخر كده ما يتنصبش عليك في الموضوع وتلاقي نفسك يعني اشتريت حاجه تانية خالص ودفعت فلوس اكتر من اللي انت كنت متخيلها. يعني هنعرف ده من المتخصصين معنا على التليفون، الباحثه الاقتصاديه سهيله محمود كمال. مساء الخير عليكي. ايه الحاجات اللي انا المفروض ادور عليها في الايصال او في الفاتوره اللي انا رايح اقسط حاجه وبشتريها وبمضي عليها؟ اولا مساء الخير على حضرتك، ومساء الخير على الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين وحضرتك اعياد بخير. الميلاد المجيده، ودايما يا رب مصر كلها حياتها كلها اعياد وافراح ان شاء الله. الشراء بالتقسيط ده سلوك للمستهلك عشان يقدر ان هو يوفر بيها احتياجاته من غير ما يتكبد اعباء ماليه كبيره، ولكن عشان خاطر ان هو يقسط بشكل امن، ويكون الشكل الامن ده ما يورطوش بعد كده او ما يخلوش يدخل في خضم صراعات قضائيه توصل لمرحله ان هو يبقى عليه عقوبه ما تصل الى الحبس احيانا، بيبقى لازم يكون عارف كويس قوي المستند اللي هياخده نتيجه المنتج اللي هيشتريه. طيب هل المنتج اللي هيشتريه ده منتج لازم يكون عارف مواصفاته كويس جدا؟ لازم يكون رايح لتاجر موثوق فيه كويس جدا، لازم يكون التاجر ده بيديله مستند اضعف الايمان، يكون المستند ده عليه سجل ضريبي، وكمان يكون عليه سجل تجاري ورقم تسجيل ضريبي، وبالتالي هو لو مسجل في مصلحه الضرائب والحكومه فبالتالي ده تاجر انت هتعرف تتعامل معاه كويس. لو حصل نزاع قضائي على سواء ان السلعه كانت مش متفقه المواصفات او على المبلغ اللي انت مضيت عليه، فهيبقى انت عارف بتتعامل ازاي مع شخص موجود فعليا مش شخص وهمي. فده اولا. فالبدايه او بدءا ببدء عشان اقول انا هشتري حاجه بالتقسيط، لازم اكون عارف التاجر كويس جدا، بيكون هو مسجل ولا لا، هل التاجر ده بيصدر فاتوره بيعرض فيها نفسه كويس جدا باسم التاجر وباسم العلامه التجاريه بتاعته، باسم المحل بتاعه، باسم المنتج اللي احنا بنشتريه، بعدد الاقساط اللي تم الاتفاق عليها، بقيمه كل قسط. وده مش كلام من اجتهاد من التجار فقط، ولكن ده طبقا لقانون حمايه المستهلك والصادر 2018. وكمان في يعني 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 ده انت كمستهلك او كمشتري لما تروح لتاجر هيديك فاتوره فيها حقوقك كامله ويعرفك على المنتج كويس جدا بكل مواصفاته، وحتى كمان بعض عيوبه، واحيانا يقول لك العمر الافتراضي بتاعه كام. ده انت بتحمي مش نفسك، انت بتحمي نفسك وبتحمي التاجر وبتحمي بلدك كمان، لان انت لو اشتريت من تاجر مجهول الهويه وبيبيع لك منتج مش عارف مصدره ايه وما ادكش ايصال، فانت اولا شجعت صناعات اقتصاد غير رسمي، وبالتالي انت كده اضررت الاقتصاد القومي بتاعك مجرد غلطه بسيطه. ما هو هنا الحقيقه بيبقى بيدور على انه هو اشترى الحاجه دي بارخص مبلغ اقل، لكن هو استفاد. هي الفكره انه مش هيحس بالمشكله غير لو لا قدر الله هو وقع في مشكله بسبب السلوك ده. بالظبط. فلازم يحصل الاول تعديل في الثقافه في الشراء، سواء كان بالشراء بالكاش او بالتقسيط، ثم بعد ذلك طب انا لما اشتري بالتقسيط، بالعكس انا لما اشتري بالتقسيط لازم اكون حذر كمستهلك افضل وبكتير جدا من لما اكون هشتري كاش، لان انا اشتريت بالتقسيط لو المنتج باظ مني او حصل فيه عطل ما وانا طلبت الصيانه وانا لسه عليا اقساط، طيب انا المفروض ان الفاتوره هتضمن لي حقي انها لو حصل في اي مشاكل يعني ليا حق ان انا ابدله. طب انا لو حصل بيني وبين التاجر صراع وانا لسه استلم عليا تقسيط او لسه عليا اقساط، فبالتالي انا من حقي هلجا لجهاز اسمه جهاز حمايه المستهلك. الجهاز لو معيش ورق الجهاز مش هيعرف يجيب لي حقي. مش هيعرف يجيب لي حقي، والتاجر ذات نفسه هو اللي استفاد. بالظبط.
ومش استفاد، بس استفاد بثمن السلع اللي هو عمال يتحصلها منك باعلى من ثمنها، لان طبعا عليها سعر فايده خلاص او اسعار زياده، وكمان في نفس الوقت هو اضرك، اضرك ماديا واضرك اجتماعيا واضرك كمان وايه في كمان يا استاذ حياتك سهيله كمان. ناخد بالنا منه واحنا بنشتري بالتقسيط؟ اهم حاجه ان انت تشتري بالتقسيط سعر المنتج كاش كام وسعره بالتقسيط كام، الفايده بتاعته هتبقى كام، معدل الفايده اللي انت هتدفعها قد ايه، عدد الاقساط انت بتعملها قد ايه، سداد القسط يوم كام، والغرامه اللي عليه لو انت تخلفت عن الموضوع هتبقى كام. كل دي معلومه مهمه جدا. وكمان المنتج لازم تكون مكتوب بالمواصفات بتاعته وبالرقم، كل منتج له زي رقم تسجيلي او رقم سري او رقم سيريال نمبر بتاعه، الرقم ده لازم يكون مظبوط في الفاتوره، لان في حاله تلف المنتج ده انت من حقك ترجعه بقى، ترجع تقدر ترجعه بالظبط، او تستبدله او حاجه، لازم الباركود ده يبقى مظبوط. وبتدي فرصه لجهاز حمايه المستهلك كمان يحاسب التاجر، والتاجر يقدر يعرف سر خيط او سر يعني سر خطوات سير المنتج ده عظيم. هيكون ماشي ازاي من اول المخازن بتاعته او من اول ما استلمه من المصنع لغايه كمان المستهلك. وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نحط التاجر موضع اتهام برضه طول الوقت. التاجر النهارده قانون حمايه المستهلك بيشجعه، بيقول له في شهاده اسمها شهاده صديق المستهلك، لو انت بتوعي المستهلك بالمنتجات اللي عندك، بتقول المنتجات اللي عندك قد ايه، بتقول سعرها كام، ما بتعليش الاسعار مع بدون وجه حق او بدون مبرر بكلمه التعويم او بكلمه الاسعار، بكمان ان انت بتعمل العروض بتاعتك عروض صح وقانونيه، ولما بتعمل مسابقات بتكون قانونيه ومثبته، مثبت كمان في مصلحه الضرايب وبتدفع الضرايب بتاعتك، فبالتالي التاجر ده هيكون صديق للمستهلك. دي شهاده بتمنح سنه للتاجر على منتج معين هو بيبيعه، فلو تعرف الموضوع ان انا رايح لتاجر التاجر ده معاه الشهاده دي، يبقى ده تاجر موثوق فيه، وفي نفس الوقت كمان التاجر بقى عنده ثقه اكتر ان الناس تشتريه، وعمل زي ايه؟ يعني تسويق ليه من غير ما يبذل مجهود. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الباحثه الاقتصاديه سهيله محمود كمال، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.